نشاط عم حسن بارفعه في الغاز في شارع الملك سعود، لا افسد الحديث، هو يتحدث محل الغاز. طبعا قال الغاز انها صاروا كهرباء، البيوت صاروا افنديه كله بالكهرباء دحين. الله يقويك حمده معه. قال ايش يقرب لك احمد بارفعه اللي في الهجره؟ قال جدي الناس ثقة، الناس التاجر لسانه الصدق، الصدق في المعاملة، الصدق بين الناس، لا سأل وراهم، لا سأل وراه، لا كذا، لا أخذوا أوراق، لا كانت الكلمة